وعلاه الزعتر. الزعتر كنعرفوه راه في المغرب كامل وكيتباع في الموسم ديالو، خضر طري كيكرموا للناس وكيخليوه عندهم كيستعملوه، وكنستعملوه الاكثريه في البرد، استرسوه في البرد لانه هو كيساعد على علاج ديال السعال، يعني ديال الكحبه وداكشي والالتهابات الشعبيه والربو، حتى هو كيساعد عليه كيمخير لك كاع المشاكل ديال الجهاز التنفسي وكيقوي الجهاز ديال المناعه. هذا هو اللي باغيه حنا واللي يعني المطلوب منا حنايا باش علاش كنستعملوه، وكيقوي العضلات وكيمنع تصلب الشرايين. هذو الفوائد ديال الزعتر، ويعتبر من مسكن الالام ومطهر ومنشط الدوره الدمويه. شوف بالنسبه لواحد الخلطه ديال خل التفاح، هي كدير واحد الخبير الماني كيدير هو خل التفاح، كيدير فيه واحد 4 فصوص ديال الثومه وكيدير فيه شي طرفه ديال البصله داك البورو، وتيخلى تطرق لواحد 15 يوم عاد كيستعملها. غير هو يستحسن ديك البصله فيها الماء وداك الشيء الثومه فيها الماء، من الاحسن كيكونوا سيك. كتشد واحد القرعه ديال خل ديال التفاح هذا كنسيطرو كمثال، كدير فيه واحد 3 فصوص ديال الثومه، ولا كتشد غبره من الاحسن كدير معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، كدير فيه ديك الثومه غبره ودير فيه البصله غبره، وكتزيد فيه اليزير حتى هو غبره والزعتر غبره، كيجيو مخيرين كيترقدوا. وبغيتي تجيب انت واحد معلقه ديال الخرقوم راه مخيرين، كترقدهم واحد كتسد القرعه تخليهم واحد 15 يوم كيترقدوا، كتبقى تستعملهم 4 قطرات ديال 5 بالشرابه، يعني جمع كاع دوك المواد والخل ديال التفاح كتكون فعاله جدا. هذا هو اللي كاين. زياده على كاين مواد اخرى ثاني طبيعيه بحال القرنفل، القرنفل راه مخير حتى هو، كنديروا بحال كيكون لازم كدير واحد 3 حبات 4 في الشرابه، وربما يجمع شويه ديال العسل الحر واحد 4 طنجره ديال الحامض، راه مخيرين حتى هما في البرد ولا الوقايه بزاف امراض. زياده على هذا كاين القرفه حتى هي راه مخيره، حتى هي كنستعملوها يا اما كندير فيها في الباسي ولا كنديرها مع الماء كنخلطوها حتى هي. سكينجبير حتى هو راه مخير، حتى هو كيدار في هادشي ديال البرد، سيرتو في وقت البرد كيسخن الطير ومزيان نزلت البرد وفيه بزاف الفوائد كثيره. زياده على هذا الشيء كاين بزاف المواد الطبيعيه بحال دابا الكرافس راه مخير مهيج حتى هو ومزيان حتى هو للطويرات. الحار حتى هو في الحاره حتى هي راه مخيره، كطر الديدان كتسخن الطير، مهيج حتى هو جنسي حتى هو مخير. القزبر حتى هو مخير ما كنحطوش منه، ولا كندير زيك الحبوب حتى هو كنطحنو مره كندير شويه مع الباسي. بالنسبه كاين مواد كثيره بحال كاتشي طبيعي اللي كنخدموا بهم بالطويرات، وكنخدموا بهم طول العام كامل تقريبا، وكيبقى دائما كيبقاو ديما نقويو المناعه للطير وكيبقى في صحه جيده. وكما كنقولوا كنعطيو بحال كما كنقولوا ماكله ودواء، ما كنعطيو يعني مضادات حيويه اللي مليحه وما كتكونش ضاره للطير، ما عندهاش شي اعراض جانبيه. هذا هو اللي كاين. زياده على هذا كاين العسل الحر كما كتقول فيه شفاء للناس مذكور في القران، وما كيطبق عليه كيطبق حتى على الطيور وامم مثلنا. يعني حتى العسل الحر حتى هو راه مخير في فوائد كثيره للطويرات، حتى هو راه مخير. وبالنسبه ثاني للمواد الاخرى ثاني ان شاء الله نذكروها. زيد على هذا كاين حبه حلاوه نافع، هذول كتلقاهم دائما في ديك اوكربون اللي كتحيد لي غاز وداك الشيء، كيديروها مع ديك الكينه ديال اوكربون كربون صور وداك الشيء كيحيدوا دوك السموم وداك الشيء، كيديروا معاهم ديما حبه حلاوه والنافع. هذو راه مخير حبه حلاوه والنافع والكمون والكمون الصفيد، راه كاع مخيرين هذو. تطحنهم بربعه ومره مره كدير واحد المعلقه مع الباسي، ولا كتكب عليها الباطي تطلق مزيان كدير قطرو ديال الماء وكتعطيها للطويرات. هادو حتى هما راه مكونات مخير. هضرنا على الطبيعي يعني كاع دوك انواع الثومه، الزعتر، اليزير، الحامض، القرنفل، خل ديال التفاح، هادو راه كلهم مواد طبيعيه كيما كنقولوا باكله ودواء. كنبقاو نعطيو مره مره هاد الكربون، كربون سورب ولا هذاك اسي دي جيست، راه فيه حتى الارجيل، الارجيل حتى هو راه مخير. هادوك يعني تيكونوا مخيرين، يعني واش يكونوا فيهم كيف كتشوفوا الفيديو فيه بزاف انواع من هاد الحبوب ديال بنادم خاصي بنادم، تيكونوا فيهم دوك الزيوت الطياره ديال سميتو ديال حبه حلاوه النافع. كاين داك اللي كربون فلور اللي فيه حتى ديال يعني سميتو لا فلور انتستينال حتى هو تيقادها. هادو راهم مخيرين كيحيدوا كاع دوك السموم من المصارن، كيحيدوا لي غاز. يعني هنا اذا كنا كنديروا بحال ما هكا مره مره كنعطيهم هادو، يعني كنديروا حبه بيترو ديال الماء ولا كنكذبوها كنديروها مع الباسي مره مره، ما كنديروش غير مع الادويه والفيتامينات. هنا كيبقى دائما الطير في صحه جيده، كيحيدوا دوك السموم مره مره باش ما يبقاوش دوك السموم وداك الشيء كيمتصوا لارجيل فيرس ولا هاد سميتو هاد الكربون يعني الفحم النباتي. هذا من الاحسن يكون هذا اللي كيكون ديستيني البنادم تيكون مخير. ما راك مع الفاخر حتى هو مزيان، غير هو راك عارف تكون عندهم ماي الفاخر محطوط، تقدر يكون معاه الغاز ليسانس يكون موسخ، لان هو غادي يبدا يتحرق ما غاديش يتكال داك الشيء ما كيديوهاش فيه، بدا تحفظ الدواء ولا شي حاجه. اذا من الاحسن
بنادم يتجنبوا الا حاول كاع يغسلوا مزيان وداك الشيء ويشمشوا عاد بغا يستعملوا لان اقتصادي. ولكن راه كاين حتى هادو كاين ديك كربون كدير شي 30 درهم والاخرين شويه كيكونوا اخر يوم مستوردين كربوسان داك الشيء كربون ربما من ديال ايطاليا هادو كيكونوا دايرين شي 70 درهم 75 حتى 80 درهم على حساب وفي البارافارماسي ناقصين. هذا هو اللي كاين. هادو كيحيدوا السموم يعني كيحيدوا العبء مدى على الكبد لان دوك السموم ما كيخليهمش يوصلوا للكبد سو كيف كيخليو حتى الكبد في صحه جيده وكيعاونوها. هذا هو اللي كاين. بالنسبه للسموم الحامض والزنجبيل حتى هما راهم مخيرين حتى هما للكبد. اذا هنا كنعطيو دائما الادويه هادو يعني طبيعي هاد الماكله طبيعيه زياده على بحال الكبد ثاني في الطبيعي كنديروا داك الخرشف والخرقوم والشاغدو ماغي ديك زرع الشوك راه كنا هضرنا عليها في الدواء في الموضوع ديال الكبد الدرز ديال الكبد. هادوك حتى هما راهم مخيرين للكبد لا هما لا الحريقه والتفاف من غير الهياجه كيصلحوا حتى الكبد. حسوا داك الطائر باش كنخوي لي شي المناعه ديالو والدفاع ديالو كنعطيو البكتيريا النافعه اسم على مسمى يعني دائما النافعه كتحارب البكتيريا الضاره كتقوي داك الجدار ديال الامعاء كتفابريك داك الكومبلكس ديال فيتامين بي اللي مخير يعني فيها فوائد كثيره بزاف. هذا هو اللي كاين. هذيك ثاني كنبقاو نعطيو بروبيوتيك كما كنقولوا وكاين لي برودوي اللي فيهم بروبيوتيك وبريبيوتيك. هذا هو اللي كاين بحال البكتيريا النافعه هي كنقول نعطيوها لها مره في السيمانه ولا في 10 ايام مره كنديروا مع الباسي راها حتى هي مخيره بعض في بعض الحالات تكون حتى جوج مرات في السيمانه وكيبقى الطائر دائما يعني محسن وفي الحاجه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.